الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وآل محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالغائب وحسن خواتم يستسقى ما بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اغسل مثل ثواب ما قريناه من القران الذي هديه واصله برحمه نازله بركه شامله من اله الله نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الى حتها باي اخواني الانبياء والمرسلين. ثم الى حضره الاقطاب بحد النبد القادر الجلاني قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حضره السلطان العارفين الشيخ السيد احمد الخبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حضره الشيخ الحميد الناوري قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حضره خواجه مجدستي الاجمري قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حضره السيد رامي المنبري قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حضرت السيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حد جدي جلال الدين البخاري قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حد جدي سيد محمد عمر البخاري قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حد جدي سيد اسماعيل البخاري قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حد ابي تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى حد خاصة السيد محمد عمر الفارق البخاري قدس الله تعالى سره العزيز. ثم الى الله بسم الله حضرة رواه جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين الصالحين. اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم يسر عسيرنا. اللهم يسر عسيرنا. اللهم يسر عسيرنا. اقضي حاجنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف امراضنا واشف امراض من اوصانا بالدعاء يا شافي الامراض. اللهم اهدنا فيما امرتنا وانصرنا على اعدائنا واعدائك واعداء الدين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزياره قبر نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اعز اهل السنه والجماعه واذل اهل البدع والضلاله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.